ولكن استكمالا كلام حضرتك بخصوص الجمهور، يمكن كان في طبعا خبر صرح النجم الدنماركي بيكيل هانسن ان هو الوسائل الاعلام الدنماركيه انه طبعا بيفكر جدا في الانسحاب لو كان في جمهور. يمكن برضو يعني زي ما بتقول هو قلقان على نفسه اكيد كان، بالرغم ان احنا في تامين طبي شامل، بس هو يمكن ما جاش وما شافش، فيمكن ده برضو كان ليه تاثير او كان اتاخد في الاعتبار في قرار البطوله بدون جمهور. هو اللعيبه هناك اقوياء، يعني اللعيبه الاساس الحكايه دي كلها اللعيب اللي هو بتاع المانيا اللي هو السنتر فيرود اللي هو شعره ابيض ده، كان جاله كورونا وخف وبدا يلعب الدوري في المانيا. ممتاز. ولعب مع كيل فاينل بتاع بطوله انديه اوروبا. انديه اوروبا بس هم عاملين زي ايه، زي نقابه مثلا، قالوا ايه يا جماعه احنا نتجمع ازاي، هنروح مصر وفي فيروس واحنا الفيروس ده مش عارفين في مصر، زي اتحاد اللاعبين المحترفين. اتحاد اللاعبين المحترفين فهم قالوا مش عارفين في مصر الفيروس ده واصل لغايه فين، فاحنا احسن ايه ما نروحش. فبداوا يعملوا تفاوضات مع الاتحاد الاوروبي، مع الدكتور حسن الاتحاد الدولي، وخلاص وصلوا في الاخر ان هم هيجوا لو البطوله هتتعمل من غير جمهور. كم فرقه وصلت يا كابتن حتى الان؟ لسه لغايه دلوقتي غير اليابان بس. البرازيل اخرت قدومها، يمكن البرازيل جايه من البرتغال يوم الثلاث ان شاء الله. طب عند حضرتك معلومات في فرقه اكدت او في فرقه اعتذرت؟ كله اكد، 32 اكدوا معلومه، ده سبق لينا كل الناس. كل الناس مأكدين. لكن انت مستني لان هم هيجوا الثلاث يلعبوا الخميس، انت عارف ماتش مصر والشيلي الاربع، هو الاربع بس. ده مش افتتاح البطوله، ده افتتاح البطوله ولكن مش افتتاح المباريات. المباريات كلها هتبدا يوم الخميس. طب يا كابتن حضرتك كنت قلت لي الحلقه اللي فاتت ان احنا عندنا 48 ساعه المسحه الاولانيه. ايوه كافيه. هم بيجوا بمسحه من عندهم ومعتمد. اول ما بينزل المطار، انا يعني انا معايا الصوره دي يا كابتن، مديها لك انا. اول ما بتنزل المطار بيعمل ايه، مسحه على طول اهي. يعني تلاقي هنا الحته دي كلها المسحه بتاعه الفرق. يعني في الفتره في الاول او في الجداول اهي، في الجدول. كل دي برج العرب بتهيالي ده اكتوبر 6 اكتوبر، تلاقي مواعيد التمارين ومواعيد الماتشات والمسحات بتاعتها. يعني اعدلها للكاميرا كده، بصوا يا جماعه ده الجدول اللي بيقول عليه كابتن محمد، الجدول بتاع كل فرق. كل صاله فحاطين فتره يومين بتاعه المسحه، صح؟ بيعمل مسحه كل يومين، اصل هو يومين. بيلعب كل يومين. يعني اللي بيلعب الاربع يلعب يوم الجمعه، واللي يلعب يوم الجمعه يلعب يوم الاحد، اللي بيلعب الخميس يلعب السبت. فتره كافيه ان المسحه فتره بتتعمل المسحه وبتتعمل عليها تمام كل حاجه. ده كده انا عايز اوريك ان هم ادي الاربع صالات، اربع مجموعات، يعني دي الاربع صالات. اربع صالات، انا اسف. خلي بالك ده منين جاي، منين جاي؟ من الاتحاد الدولي. تمام. يعني هو المواعيد التدريبات والماتشات من الاتحاد الدولي. كل دي هتلاقي كل صاله هتلاقي مثلا ده مثلا كايرو ستاديوم. هتلاقي فيه صاله الجيش وصاله الشرطه والصاله اللي هي الفرعيه الثانيه اللي هي للتدريب، للتدريب والصاله الرئيسيه. تلاقي الصاله الرئيسيه، بص الالوان المختلفه دي الماتشات. تمام. والباقي اللي هو التدريبات. هنا المسحه بقى، دول المجموعه مثلا باللبني دي هتعمل مسحه يوم مثلا الثلاث، ودول هيعملوا يوم الخميس كده على طول. وقول لي يا كابتن، يعني دلوقتي حضرتك قلت لي برضو انه كل فرقه هتوصل ليها تدريبه واحده، ليها تدريبه واحده على الصاله اللي هتلعب عليه. حلو. طب ما كده الفرق كلها هتيجي في ايام ورا، يعني مثلا لو قلنا البطوله الخميس الفرقه كلها جت ثلاث، ماشي هتلحق تمرن 31 فرقه؟ لا يعني ما انت مش هتمرنهم على صاله واحده. ما انا فاهم، ما هم متقسمين. يعني استاد القاهره عليه 8 فرق، عليه مجموعتين في 4 ب 8، بنتكلم على 4 بس. قول لي ليه المجموعه 4؟ طيب لكن ده اللي هيلعب يوم ايه، يوم الخميس، تمام، هيتمرن يوم الاربعاء، واللي هيلعب يوم الجمعه هيتمرن يوم الخميس. تمام. يبقى انا عندي يومين، صح؟ فهم بيتمرنوا حتى اللي عندهم تمرين يوم الخميس الصبح، اللي هو الفرقه اللي هتلعب الخميس بعد الظهر، هيتمرنوا مثلا 9 ل 10 وربع، ومن 10:30 ل 11 وربع. الاربع فرق يخلصوا 1:30. ممتاز، كويس، حلو. الفرق الثانيه بقى ايه، هيتمرنوا فين؟ في صاله 2. صاله 2 لانه خلاص ثاني يوم بقى العكس على طول.